أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية للولايات التشريعية السابعة للبرلمان بتاريخ 10/10/2003 والذي ولد فيه كما يتعين القيام بحملة إعلامية موسعة لتوعية كل الفئات. قرر مجلس هيئة محامين بأسف تنظيم هذه الندوة لأن المناسبة شرط، والشرط في هذه المناسبة هو دخول القانون الجديد 49/16 المتعلق بكراء الأماكن التجارية والصناعية والفلاحية حيز التطبيق هذه أسبوع تقريبا. هذا القانون قد حل محل القانون القديم قانون 24 ماي 1955 الذي عمر ما يناهز 62 سنة تقريبا، وهذا القانون 24 ماي 1955 هو قانون ليس من صنع المغاربة وليس من صنع المغرب، بل هو قانون استعماري بالدرجة الأولى، على أن من قام بصنعه اسم أستاذ يسمى لاكوب فرنسي الجنسية، وكذلك الذي وقع عليه وهو المقري، والمقري يعلمه المغاربة ويعرفون كرهه للعرش العلوي المجيد وكذلك للمغاربة في هذا الإطار. هذا القانون أتمنى 49/16 الذي دخل حيز التطبيق أن يكون خيرا من الذي كنا نشتغل به ظهير 24/1955، لأن الظهير ديال 1955 قد خرب بيوتا كثيرة، وقد وجد فيه المحامون المهنيين وكذلك القضاة الذين يطبقون القانون صعوبة كبيرة في ملائمته. لماذا؟ لأنه مرتبط بآجالات، ومرتبط بمساطر الصلح، ومرتبط بمجموعة من المسائل إذا أغفلها المكري كان ضحية هذا القانون. لذلك أتمنى لهذه الندوة أن تنجح في هذا الإطار، وأتمنى لهذا القانون الجديد 24/16 أن يعمر أكثر مما عمره سلفه 24 ماي 1955، وأن يكون أحسن فأحسن، لأن العلاقة الكرائية ما بين المكري وما بين المكتري هي علاقة تؤدي بالضرورة إلى منازعة في الكراء، سواء تعلق الأمر بأداء واجب الكراء أو الرفع من السوم الكرائية أو غيرها من المساطر الأخرى المتعلقة باسترجاع هذه المحلات والتعويض عن الاسترجاع. لذلك أتمنى له أن يكون قانونا في المستوى المغاربة الذين يطمحون له، خاصة نحن في الألفية الثالثة نتمنى أن تكون العلاقة طيبة ما بين المكري والمكتري، وأن تصفى بمقتضيات فصول هذا القانون. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.